السلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة في كل مكان، ودائما وأبدا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. خوتي في الفيديو غادي نشارك معكم ثلاثة ديال الأخبار جد سارة ومفرحة للمهاجرين المغاربة وغير المغاربة المقيمين ديار إسبانيا، خاصة المهاجرين اللي ما عندهمش الوريقات، المهاجرين الغير نظاميين، حيث حكومة أراغون خصات المهاجرين اللي ما عندهمش الوراق سين بابيليس مساعدة بقيمة 522 يورو شهريا. هنا أراغون أبروبا una polémica paga de 522 euros al mes para inmigrantes sin papeles. وكاين خبر حسن من هذا اللي حتى هو كيتعلق بالمهاجرين الغير نظاميين، حيث الحكومة الإسبانية وافقت على تسريع إصدار التصاريح للمهاجرين الشباب، يعني تسوية وضعية المهاجرين الشباب. كذلك كاين إعانة هنا للسي بي ayuda bueno ayudas y subsidios para mayores de 52 años sin trabajo. يعني هاد الناس هادو حتى هما، المهم اخبار، كاين هذا الخبر هذا وكاين خبر اخر كذلك، غير هو ما تبخلوش علينا باللايكات، يعني كثروا من اللايكات، لان اذا ما هدرتش من اللايكات ما كتعملوش اللايكات. ونمشيو للتفاصيل والبارتاج كذلك مع الاصدقاء والاحباب، لان الاخبار جد مهمه، يعني ساره ومفرحه للمهاجرين يعني الغير نظامي اللي ما عندهمش الوراق. كاينه مساعده باراغون بقيمه 522 ديال الاورو، كاينه الناس اللي المهاجرين يعني بونو المقيمين باسبانيا، المواطنين المقيمين باسبانيا اللي عندهم اكثر من 52 سنه، كاينه واحد المساعده كذلك، وكاينه التسويه ديال الشباب. لايك البارتاج ونمشيو للتفاصيل. اللهم صل على النبي، صلوا على الهادي، ما يشفع في هاد العبد الا محمدي. سيدي وهي سيدي على بركة الله بالخبر الأول، حيث كما قلت لكم لا كومونيداد دي أراغون وافقوا على واحد الإعانة اللي القيمة ديالها ب 522 الأورو في الشهر للمهاجرين الغير نظاميين. هنا توافق أراغون على دفع 522 أورو شهريا للمهاجرين بدون أوراق، وهذه المساعدة يعني مثيرة للجدل، من بعد غادي نمشيو للتفاصيل ديالها. هنا البيسوي كما العادة يعني من شأنه أن يفيد الأجانب الذين ليس لديهم أوراق رسمية بمجرد تسجيل، وهو إجراء يقوم اليسار بإلغائه في هذه الأثناء في دول الدنمارك. نعم كما شفنا راه كنت شفت وزيرة الهجرة على ما أظن في الدنمارك، يعني بغات تحيد المعاونات خاصة المهاجرين يعني اللي ما عندهمش غرض في الخدمة، يعني ما دام انه عنده إعانة فغادي تحاول يعني. المهم هذا خبر يعني كان عندي كنت باغي نشاركه معكم ولكن كون نسيت، شي نهار نجبدو نشاركه معكم. المهم كاينة إعانة، عفوا إعانة في منطقة أراغون في لاكومونيداد ديال أراغون، واللي القيمة ديالها 522 ديال الأورو. غادي نخلي لكم الرابط في أول تعليق. وهنا دائما في الاعانات هنا السي بي يعني كاين المساعدات والاعانات للاشخاص فوق 52 عاما بدون عمل. يمكن للاشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 50 عام التقدم بطلب الى خدمه التوظيف العامه الحكوميه للحصول على مساعدات واعانه بطاله مختلفه للوصول الى معظم مزايا البطاله، وهذا ويجب ان يكون لدى العاطلين عن العمل بعض المتطلبات لتحصيل الإعانات في هذه اللائحة، لأن يكون الدخل الأعلى من 75 من الحد الأدنى لراتب المهنيين. بونو هذه إعانة بالنسبة، لأن المقال طويل، إعانة بالنسبة
للناس اللي العمر ديالهم يعني كيفوق 52 سنة وبقاو بدون انجريسوس. وهنا يعني كيهضروا حتى على الأثمنة، هنا بالإسبانية يعني الآخر كان بالعربية. هنا لوس مايوري دي 50 انيوس كينو تينغان ترابخو اي بوينو، المقال طويل كذلك. نشوف غير الأثمنة، الأثمنة نعم هنا ماير بودران سوليسيتار تراسيبار اون انيو امبارو يابير اغوتادو بريستاسيونيس. هنا واحد 451 اورو الميس، بيرون رجعت ب 463، ولكن كنت شفت واحد الارقام ديال الف نعم، ولكن ما عارف فينا هما. المهم حتى الرابط غادي نخليه لكم في التعليق الاول ديال هذا بالنسبه فيما يتعلق بالناس اللي عندهم اكثر من 52 عام. المهم شفت 1033 ولا شي حاجه. المهم باش ما يكونش الفيديو طويل غادي نخلي لكم الرابط في اول تعليق، ونمشيو فيما يتعلق بالتسويه ديال الشباب. هنا ستوافق الحكومه على اللائحه لتسريع اصدار تصاريح المهاجرين الشباب وتقترح اللائحه الجديده خفض، غير هو رساله لهاد الدراري، خصوصا هاد الدراري الصغار، يعني نعملوا عقلنا شويه، لان مؤخرا بدينا كنشوفوا خاص كنشوفوا واحد الفيديو كيدور واحد الطوبيس شي واحد وراه كيقولوا حتى الناسيوناليداد، راه دخلوا للتعاليق ديال الاسبان وتشوفوا. وماشي غير هادشي، هذا راه كاين بزاف، ولكن هادشي هذا بحال اللي هو نصيب، بحال اللي شي حاجه خط احمر ما تقدرش تهضر عليها، ولكن راه الصراحه يا بونو هذا خصو حلقه خاصه وموضوع خاص ومباشر، يعني هادشي اللي كيوقع مؤخرا الصراحه، يعني ما فهمناش حنايا الناس كتجي في البحر وهذا والمغامره وهذا وهذا وهذا، وكيجيو هنا وماشي كلشي، ولكن كاين واحد الفئه الصراحه اللي راه بونو حنا ما كيشرفوناش كمغاربه الصراحه، وحتى حنا ساكتين وحتى حنا خصنا نهضروا على هادشي هذا، لان الصراحه بزاف مؤخرا بزاف. المهم كما قلت لكم يعني كاين هذا بالنسبه لهنا، كاين واحد التويت ديال هذا، وكاين هادشي هذا راه معلق في هنا في الباج ديال وزاره ديال الهجره. المهم هنا عندي بزاف ديال كما كتشوفوا معايا في الصوره، هنا الحكومة توافق على إصلاح لوائح الهجرة لصالح اندماج القاصرين الأجانب والشباب السابقين، يبسط هذا النظام القانوني الجديد الإجراءات ويطابق المعايير الإسبانية مع تلك المطبقة في البلدان المجاورة، وشارك ما يصل 11 منطقة حكم ذاتي بنشاط في الإجراءات، وقدموا تقييما إيجابيا للغاية للإصلاح. سوف يمنع التغيير التنظيمي على سبيل المثال أن العديد من الشباب محكوم عليهم بالمخالفة التي تحدث عندما يبلغون سن الرشد. وافق مجلس الوزراء باقتراح من وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة على مرسوم ملكي لإصلاح أنظمة الهجرة وتعديل النظام القانوني للقصور والسابقين لصالح اندماجهم مع الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه اليوم، فإن الوضع الحالي الذي يحكم الواقع تم منع إدراج القصور غير المصحوبين والشباب السابقين، وتتسبب اللوائح الحالية في وقوع العديد من القاصرين في المخالفات عندما يبلغون 18 عام، وهو وضع ناتج عن جمود هذه اللوائح التي تعدلها الحكومة واقترحت وزارة هنا نظام قانوني جديد يشجع على إدراج هذه المجموعة. المهم غادي يكون يعني غادي تكون تسوية ديال هاد الشباب. هنا كما كتشوفوا هنا التويت ديال خوسي لويس سكريبا اللي هنا كيقول ايموس ابروفادو، يعني اون ميديدا كلافي، يعني وافقوا عليها لهاد الميديدا باش يندمجوا. هنا كيقول الغوفيرنو ابروفا لا ريفورما دي ريغلامينتو دي استرانجيريا بارا لا انتيغراسيون دي مينوريس استرانجيروس اي خوفينيس اكس تيتولادوس، يعني وافقوا عليه باش يعطيو الوريقات للوليدات الصغار، يعني القاصرين وغير القاصرين، حتى هذوك اللي كانوا كيخرجوا من السنتر وعندهم 18 عام يعني، وكانوا كيبقاو بحال اللي مصيبين حتى هما لقاو لهم حل. ولهذا اكرر مره اخرى يعني الشباب يعني هذا يعني اندمجوا بلاش داك الصلابه بزاف، وهذا اللي في الاخر ما ربما ما يستافدوش، يعني ما كيخرجوش شي قوانين بحال هذا، يعني نصيحة، هذه كنصيحة فقط.
ما نطولش عليكم بزاف اخوتي، كنظن وقيلا قلنا كل شيء. نعم، لكن هذه الاعانه ديال 522 الاورو، وكذلك هذه ديال السي بي ديال الناس اللي عندهم اكثر من 50 52 عام، وتسويه للشباب يعني الوليدات الصغار القاصرين وغير القاصرين اللي كيفوتوا 18 عام يعني، والمستفيدين والهجره انه من خلال هذا الاصلاح سيتمكن حوالي 15000 شاب و 8000 قاصر تحت وصاية المجتمعات للمتمتع بالحكم الذاتي، و 7000 قاصر سابقا من الاستفادة، يعني الآلاف ديال القاصرين والغير قاصرين اللي غادي يستافدوا من هاد الموافقة ديال هاد ديال الحكومة، يعني الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18، ومن بين التعديلات الرئيسية لتخفيض يعني من 9 أشهر إلى 15 يوم من الموعد النهائي لمنح تصريح الإقامة للقصور الذين يصلون إلى مركز الاستقبال. كنظن وقيلا ما نطولش عليكم بزاف، راه قلنا كل شيء أخوتي، يعني أخبار سارة ومفرحة. كاين هذا الإعانة ديال 522 ديال الأورو في منطقة أو في لا كومونيداد دي أراغون اللي وافقت عليها هذه الحكومة. تهلاو لي فراسكم، مسيرة سعيدة، والسلام. الصوت ديالي مقتول وإذا كنعمل هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.